قال احدهم في بعض الكتب اللاهوت تألم ادبيا. فما معنى ذلك؟ برضو كلمة تألم ما نستعملهاش، لان زي ما قلت لكم تألم اللاهوت هرطقة، ولكن لان اللاهوت كان متحدا بالناسوت حينما تألم الناسوت اعتبر هذا عدم محدودية للألام. يعني زي ما تقول مثلا واحد معاه ابنه الصغير وماشي في ايده ويجي واحد يضرب العيل الصغير ده ألمين وهو في ايده في ايد ابوه، يبقى دي كأنه بيهين الاب مش بس الابن، لكن الإهانة شيء والآلام شيء.